طارق حامد فعلا يعني هيحترف في المملكة العربية السعودية؟ وفقا للصحف ووسائل الانباء السعوديه في عروض، لكن حتى هذه اللحظه ما فيش اي حاجه رسميه تمت بين نادي الاتحاد السعودي وبين طارق حامد. هو في عروض مقدمه بالفعل لطارق حامد وفرجاني ساسي عن طريق الهلال وعن طريق الاتحاد، وايضا كمان ان الزمالك داخل في بن شرقي لاعب الهلال، وبالتالي في بعض الامور اللي ممكن تحصل في الفتره المقبله، لكن ما فيش حاجه على ارض الواقع رسميه. لكن ما تتحدث عنه وسائل الاعلام السعوديه حتى الان ان طارق حامد انهى كافه اجراءات انتقاله للدوري السعودي لم تتم رسميا حتى الان.